خليني اتكلم معاك عن التأمين. طيب التأمين اللي يسوي لك المعهد والمكتب ترى هو تأمين سفر مو تأمين صحي، تأمين سفر يعني يشمل اي ضرر حدث لك وانت مسافر. هذه نقطة جدا جدا مهمة. طيب قيمته من $90 ثلاثة اشهر الى $220 حسب نوعية الشركة. هل اذا تعبت مثلا اروح مستشفى؟ لا، المستشفى بتجيها للامر طارئ جدا عندهم. اول شيء تعبان، سخونة، كحة، حلقك شيء، تروح صيدليات. تمام، صيدلية دائما فيها دكتور. ايش النظام؟ تاخذ رحت الصيدلية او رحت مركز صحي مثلا الام اكبر، تروح مركز صحي، عند مركز صحي في كل حي. رحت المركز الصحي طبعا لازم تاخذ معك دفعت، تجيب الوصفة وتجيب، يعطيك تقرير ويعطيك طلوع السلامة الايصالات. تاخذ هذه كلها توديها للمعهد، المعهد تسوي لك مطالبة للشركة التأمين، ترجع لك الفلوس ان شاء الله، انت قد دفعتها ترجع لك ان شاء الله من 10 ايام من اسبوعين في حساب ان شاء الله باذن الله. هذا النظام اللي عنده. فالمستشفى ما تروح الا حاله طارئه، عندك شيء حاله طارئه جدا. فاذا رحت مثلا عندك نحتاج اكسجين ممكن يدفعوك $300، فانت رحت ما معك فلوس قل لهم انا طالب في المعهد الفلاني، خلاص هم بعد ما تخرج يرسلون الفاتوره للمعهد، المعهد هيتفاهم معك طبعا انه عنده عندك تأمين، او لا قدر الله انكسر او شيء رجلك او شيء ممكنك تروح مع المستشفى مباشره اذا ما طلب المبلغ قالي ما عندك، قول لهم انا طالب في المعهد الفلاني. طبعا كل معهد عنده رقم طوارئ يتصلون على المسؤول في المعهد ويجي يحضر ويكمل الاجراءات وانت ملك فيها. طيب مثل ما قلت ترى تأمين هذا بالنسبه للاشياء الصحيه، هل الاشياء السفر تشملها؟ نعم. تخيل معك ايفون كسرت شاشته، رحت غيرت الشاشه قالوا لك مبلغ كذا كذا، تجيب الفواتير معك والايصاله وتديها للتامين يعوضوك، لكن ما حيعوضوك نفس القيمه، يمكن يعوضوك اقل بشويه. رحت وانسرقت محفظتك لا قدر الله وفيها $500 او فيها $800 مع انه المفروض ما معك كاش، ورحت الشرطه اخذت تقرير، ترجع للمعهد وتقول لهم والله انا سرق مني كذا كذا وهذا تقرير الشرطه، تذكر فيها اشياء الثمينه اللي فقدتها، يرسلوا للتامين يرجع لك المبلغ جزء منه إلى $500 يعوضونك تقريبا في حالة السرقة. الجامعات إذا كنت مبتعث فيها عادات، إذا كنت مبتعث الحقية عندها نظام التأمين يغطي إن شاء الله بإذن الله كل الأشياء اللي عندك. طبعا هذه الأشياء المهمة اللي بقول لك على التأمين وتحطها في بالك. الله يوفقك.